بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء، أهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أهنئكم يا إخواني ويا أخواتي بحلول هذا الضيف الكريم الذي جعله الله من خير الضيوف، وهذا الشهر المعظم المكرم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الإحسان، شهر البر، شهر الصفاء، شهر العتق من النار. هذا الشهر العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. يقال لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أدبر. شهر عظيم تتنزل فيه الملائكة وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الشهر العظيم يجب علينا جميعا أن نستقبله أحسن استقبال وأن نكرمه غاية الإكرام. إنه الشهر المعظم عند الله سبحانه وتعالى، نهاره صيام وليله قيام، وفيه قراءة للقرآن وصدقة على الفقراء والمساكين والمحرومين. هذا الشهر العظيم يجب علينا أن نستفيد منه غاية الفائدة، وأن يكون مدرسة تربوية وإيمانية لجميع الأمة، مدرسة تربوية على الصبر، فإن الصائم يصبر عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى غروب الشمس، مدرسة في الرحمة، فإن الإنسان المسلم الذي حرم نفسه من الطيبات من أذان الفجر إلى غروب الشمس يجب عليه أن يتذكر أولئك الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعدمين والمحرومين الذين حرموا من هذه الطيبات طوال العام. إنه مدرسة اجتماعية، فجميع المسلمين يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، يمسكون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كلهم سواسية، الغني والفقير والملك والمملوك والأمير والمأمور والمدير والموظف والأب والابن والرجل والمرأة والصغير والكبير، كلهم يوحدهم هذا الشهر. فيجب علينا أن نوحد قلوبنا على الحق وعلى عبادة الله وعلى طاعة الله. هذا الشهر مدرسة عظيمة، هي فرصتك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، هو محطة للتزود الآخرة. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نكثر فيه من قراءة القرآن بالتدبر، ومن تدارس القرآن، ومن الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه شهر تضاعف وتعظم فيه الحسنات، ويتقبل الله من عباده تفضلا ومنه، لأنه شهر الرحمات، من حرم خيره فقد حرم. فيه أيضا القيام، قيام الليل، صلاة التراويح وغيرها من القيام، يجب علينا أن نحرص عليها غاية الحرص، فإن القلب كالأرض والقرآن كالمطر، إذا نزل المطر على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه القلوب لا يصلحها إلا ذكر الله جل في علاه، ومن أهم الذكر قراءة القرآن بالتدبر. قال الله جل في علاه: كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. لا أطل عليكم، إنما والله إني أهنئ نفسي وأهنئ إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأهنئ أخواتي المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الضيف العظيم، وأوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد لاستقبال الضيف وإعداد البرنامج والجدول المناسب والمفيد لأفراد الأسرة حتى نخرج من هذا الشهر وقد تزودنا بأعظم الزاد ليوم المعاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.